أختنا علا لها أكثر من قضية، فتسأل أولا وتقول: عندما تسجد المرأة في الصلاة هل تضم يديها إلى جنبها أم أنها تبعدها جزاكم الله خيرا؟ ذكر الفقهاء أنها تنضم في الصلاة، نعم، ولا تجافي عروديها عن جنبيها، بل تضم بعضها إلى بعض لأن ذلك أستر لها. طيب، والصحيح أنه لا فرق بينها وبين سجود الرجل في هذه الحالة، خصوصا إذا كانت في مكان ليس فيه رجال من غير محارمها، إذا كانت في مكان ليس فيه إلا نساء أو في مكان خالٍ فإنها تسجد كما يسجد غيرها. نعم، لأنه لم يأتي دليل يدل على أن لها صفة في السجود خاصة بها. نعم.